قدم نادي برشلونة الوافد الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو لوسائل الإعلام. وقع كوتينيو عقد انتقاله رسميا إلى الفريق الكتالوني قادما من ليفربول بصفقة قياسية. ومن ملعب الكامب نو كانت الإطلالة الأولى لكوتينيو على الإعلاميين. وقدم رئيس نادي برشلونة اللاعب الجديد الذي وقع على قميص فريقه الجديد الذي لم يحمل رقمه بعد. وعقب تقديم اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى وسائل الإعلام، أوضح اللاعب الجديد للفريق الكتالوني أنه يشكر رئيس الفريق وكل مكونات النادي على ثقتهم فيه، وأنه سيحاول ترجمة هذه الثقة على أرضية الميدان. شكرا جزيلا لكم. أنا أريد أن أشكر الرئيس بكل المجهود والصبر الذي أظهره وكل المسؤولين الذين ساعدوا على عملية التعاقد. بكل تأكيد أنا سعيد جدا بانضمامي إلى برشلونة، كان حلم لي وأتمنى أن أقدم الرد على أرضية الميدان. هذا وأكد رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن انتقال كوتينيو يعتبر إضافة كبيرة للنادي، شاكرا مجهودات اللاعب على رغبته في الانضمام لبرشلونة. أتمنى أن تكون هنا لفترة طويلة، هو لاعب بكل تأكيد لا يجب حتى أن نقدمه، الجميع يعرف جودة هذا اللاعب وحبه للانتصارات، ولكن بكل تأكيد كانت هناك أندية أخرى مهتمة بضم كوتينيو، ولكن بكل تأكيد رغبة اللاعب للانضمام إلى فريق إرنستو فالفيردي بكل تأكيد رجحت كفة برشلونة، وهذا هو لاعب سيضيف جودة إلى فريقنا، وهي خطوة مهمة جدا بالنسبة للاعب وللنادي. أعتقد أن انضمام كوتينيو إلى نادي برشلونة هذا شيء إيجابي. إذن دخل كوتينيو التاريخ بعدما بات ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. دعونا ننتقل إلى غرفة الأخبار حيث سيطلع نوال البزر على بعض الأرقام المتعلقة بمسيرة اللاعب البرازيلي. إذن انتهى مسلسل كوتينيو وبرشلونة أخيرا بصفقة قياسية، ولكن ما الذي جعل برشلونة يلهث وراء ابن 25 ويدفع مبلغا كهذا للحصول على خدماته؟ كوتينيو خلال 5 مواسم مع ناديه السابق ليفربول خاض 200 مباراة في مختلف المسابقات بمجموع دقائق قارب 15,000 دقيقة، سجل خلالها 54 هدفا فيما قدم 46 تمريرة حاسمة. الأمر السلبي أنه لم يحصد أي لقب خلال هذه المواسم. ولو دخلنا في تفاصيل مشوار كوتينيو مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز لوجدنا أن البرازيلي كان عنصرا حاسما للفريق. يمكننا هنا أن نتابع بعض الأرقام المتعلقة بكوتينيو. فيليبي الذي وصل إلى الأنفيلد في شتاء 2013 هو ثاني أكثر لاعبي ليفربول تهديفا منذ قدومه بتسجيله 41 هدفا، لكنه احتل المركز الأول كأكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة بواقع 35 تمريرة، كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للفرص والفرص المحققة. وأخيرا جاء كوتينيو أولا في ترتيب اللاعبين الأكثر تسديدا نحو المرمى. بوصوله إلى الكامب نو فإن كوتينيو سيرفع عدد البرازيليين الذين ارتدوا قميص برشلونة إلى 33 لاعبا على مر التاريخ. فإلى حدود تسعينيات القرن الماضي لم يكن اعتماد برشلونة على اللاعبين البرازيليين كبيرا، فمن مجموع هذا الرقم ضم برشلونة 9 لاعبين فقط خلال 60 عاما، أولهم فاوستو دوس سانتوس عام 31. والأمر المثير للجدل أنه منذ انضمام روماريو إلى البلاوغرانا عام 93 فإن برشلونة أنفق 482.5 مليون يورو على التعاقدات مع لاعبين برازيليين. بانضمام كوتينيو إلى برشلونة مقابل رقم قياسي فإن هذه الصفقة باتت ثانية أغلى صفقة على مستوى العالم والأغلى في تاريخ نادي برشلونة. ويأتي البرازيلي نيمار في المرتبة الأولى بعدما كسر باريس سان جيرمان شرطه الجزائي،
في محل ثالث الفرنسي أوسمان ديمبيلي الذي انضم لبرشلونة من بوروسيا دورتموند. قائمة العشرة الأوائل تميزت بوجود اسم النادي الكتالوني في 5 صفقات، حيث جاء انضمام نايمر إلى صفوفه عام 2013 في المركز الثامن. أما صفقة الأوروغوايان لويس سواريز فجاءت في المرتبة العاشرة. كوتينيو انتقل من إنتر إلى ليفربول في يناير، وها هو يفضل الانتقال إلى برشلونة شتاء على أن ينتظر سوق الانتقالات الصيفية. فما هو فاعل؟ الإجابات عند أقدام كوتينيو. هذا أعلن برشلونة غياب الوافد الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو عن الملاعب لنحو 3 أسابيع بداعي الإصابة. ونشر النادي الخبر على صفحته في تويتر مشيرا إلى أن التقارير الطبية أثبتت إصابته في الفخذ اليمنى. إذن نتحول الآن إلى ملعب الكامب نو ونتابع هذه اللقطات للوافد الجديد فيليبي كوتينيو. إذن نشاهد بأنه مع أشبال برشلونة في الملعب، وهذه الصور تأتينا مباشرة الآن، وهذا هو اليوم التاريخي للاعب وللنادي أيضا، ربما لإدارة النادي خاصة. إذن كوتينيو مع صغار مع ناشئي برشلونة في ملعب الكامب نو، واستعراض قبل المؤتمر الصحفي. كوتينيو كان اليوم قد أجرى الفحص الطبي وتم التوقيع الرسمي على العقد لمدة 5 سنوات ونصف، وهذا يعتبر أيضا تأسيس لمرحلة جديدة لبرشلونة. برشلونة الذي تعاقد مع عثمان ديمبلي 20 عاما والآن يتعاقد مع كوتينيو ولمدة 5 سنوات. هذا يعني أن النادي بدأ ينظر إلى الأمام ويخطط استراتيجيا، لأن هناك الكثير من اللاعبين قد بدأوا يتجاوزوا 30، وهذه نظرة ثاقبة ونظرة ربما محترفة أيضا للتعاقد مع لاعبين صغار السن سيخدم الفريق خلال السنوات القادمة. لأن الأسماء كما نعلم مثل إنيستا وميسي وغيرهم أيضا قد وصلوا 30. إذن أظهرت دراسة أجراها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، أظهر ارتفاع قيمة نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار ليحتل المركز الأول في بورصة قيمة اللاعبين، متفوقا على نجم برشلونة ليونيل ميسي وهداف توتنهام هاري كين، بما جاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز 12. بورصة اللاعبين باتت كأحوال الطقس، تتقلب ما بين صيف وشتاء، وإن عرفت بعد الاستقرار خلال السنوات الأخيرة بسبب القطبية التي كرسها ثنائي ميسي ورونالدو، فإن اليوم تشهد انقلابا في القيم السوقية. خلال دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، لم يظهر البرتغالي ضمن لائحة الأعلى قيمة، وفي الريادة يتربع نيمار على العرش. النجم البرازيلي صاحب أغلى صفقة في التاريخ ارتفعت أسهمه بشكل لافت، أمر يبدو منطقيا إن أخذنا بعين الاعتبار ما ارتكزت عليه الدراسة من عوامل ترجيحية، وأهمها عمر اللاعب ومدة عقده مع ناديه. نيمار في سن 25 وبعقد يمتد حتى 2022، ترتفع قيمته لتبلغ 288 مليون دولار. بعده مباشرة يظهر في اللائحة ليونيل ميسي نجم برشلونة والأرجنتين الأول، لم تتأثر قيمته ببلوغه 30، وعقده الجديد يربطه ببرشلونة حتى 2021. أما قيمته الحالية حسب الدراسة فتبلغ أكثر من 273 مليون دولار. القفزة الكبرى سجلها هاري كين، مهاجم توتنهام احتل المركز الثالث في الدراسة بقيمة بلغت 263 مليون دولار بفارق ضئيل عن نجم باريس سان جيرمان الصاعد كيليان مبابي. الغزال الفرنسي ارتقى إلى المركز الرابع وقيمته تتجاوز 260 مليون دولار. الدراسة التي شملت الدوريات الخمس الكبرى وضعت النجم المصري محمد صلاح في المركز 12 كأعلى لاعبين العرب والأفارقة قيمة خلال الفترة الحالية بمبلغ يناهز 190 مليون دولار.
فيما تراجعت قيمة نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو لتبلغ حسب الدراسة 108 ملايين دولار ليحتل المركز 49، وهو ثاني أفضل مركز للاعبي ريال مدريد في هذه الدراسة بعد إسكو صاحب المركز 45. في الجولة 18